بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بشركم وبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة صاد كما اتفقنا تدور حول موضوع واحد. هذا الموضوع بتخدم عليه كافة موضوعات السورة. هذا الموضوع هو أن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، ينصرهم وينتقم من عدوهم بعد ضعف وخذلان. كنا قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة بيسرد نماذج من الأنبياء الذين نصرهم الله وآواهم الله وأكرمهم الله وهداهم الله سبحانه وتعالى وتولاهم ومدحهم ليكونوا قدوة للبشر، وليكون نموذج حي ومثال حي على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر عباده المؤمنين إذا أراد سبحانه وتعالى، وإنه إذا أخر نصره أو أخر ولايته أو كرمه على عباده فهذا يكون من باب الاختبار أو الابتلاء أو زيادة الأجر، أو من باب المد، مد الأسباب الدنيا للكافرين واستدراج الكافرين. فالأمر لا يخلو من حكم إلهية. بعدما السورة سردت هذه النماذج المتعددة من الأنبياء، بتذكر السورة الآن جزاء المؤمنين أو جزاء هؤلاء المتقين. يعني كأن السورة عايزة تقول إنه هؤلاء إذا لم يجدوا جزاءهم في الدنيا فإن جزاءهم في الآخرة محفوظ، أو كأن السورة عايزة تقول إنه هذا الجزاء جزاء في الدنيا مؤقت ولهم في الآخرة جزاء آخر. ولاحظوا هنا إن السورة قدمت وهي بتقارن بين جزاء المؤمنين وجزاء الظالمين، قدمت ذكر جزاء المؤمنين لأنها لسه منتهية الآيات توا من ذكر إيه؟ عباد الله الصالحين الذين تولاهم الله وأكرمهم الله. فيقول الله سبحانه وتعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. السورة وهي بتذكر جزاء المتقين اتكلمت عن حاجتين. الحاجة الأولانية بعض أنواع النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى سيكرم بها هؤلاء المتقين. ثم بتذكر أمر مهم جدا، وهو أمر إنه هذا النعيم بكافة أنواع وأشكاله غير منقطع، لأنه الإنسان أحيانا ينغص عليه النعيم إنه يعلم إنه هذا النعيم منتهي. فلذلك الآيات بتؤكد على معنى إنه هذا النعيم غير منقطع. فيقول الله سبحانه وتعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. لما السورة هنا تقول وإن للمتقين لحسن مآب، كأنها بتبرز أبرز صفة أو بتظهر أبرز صفة اتصف بها عباد الله الصالحين في الدنيا الذين سيكرمهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهي صفة التقوى التي هي الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالتقوى هي السر في نيلهم هذه الكرامات. هذا ذكر، هذا المذكور أورده الله، أوردته هذه السورة حتى يتذكر عباد الله ما يجب عليهم تجاه ربهم سبحانه وتعالى.
هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب. المآب هو المرجع والمآب. حسن مآب يعني مرجع حسن، مآب حسن. هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الألواب. لهم مرجع حسن إلى الله سبحانه وتعالى. هو المآب قلنا معناه الايه؟ المرجع المنقلب. الإنسان لا يوصف بأنه رجع إلى شيء إلا إذا كان عنده قبل ذلك، مش كده؟ الرجوع أساسا إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى الجنة. إحنا خلقنا الله فنحن من الله سبحانه وتعالى، ثم إلى ربك المنتهى، مش كده؟ فنحن جئنا خلقنا الله من الله ثم سنرجع إلى الله مرة أخرى. طب وما الجنة؟ الجنة دي أبرز رحمات الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، والنار أبرز نقمة الله أو نقمات الله سبحانه وتعالى على عباده الكافرين. فالرجوع أساسا إلى ماذا؟ إلى الله. والجنة نعيم الله والنار عذاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده قال لحسن مآب، لأن في ناس بعد كده لهم شر مآب، هتيجي في الآية اللي بعدها. يبقى الكل راجع من حيث بدأ، لكن بعض الناس سيرجع رجوعا حسنا وبعضهم سيرجع رجوعا سيئا أو غير حسن. هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. العدن يعني الإقامة الدائمة، يعني جنات يقيمون فيها إقامة دائمة. أو العدن اسم من أسماء الجنة أو صفة من صفات الجنة. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة لهم الأبواب يعني مهيئة لاستقبالهم، مش لسه هيخبطوا ومين وانتوا مين، لا ده في حد كأنه منتظرهم. بمجرد ما يقتربوا من الجنة في حد هيفتح لهم الباب من غير ما هم يطلبوا. وسورة الزمر بتذكر شيء من هذا الموقف، فالله عز وجل في آخرها يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. يعني تهيئة مادية، الأبواب تتفتح لوحدها، وتهيئة معنوية، في حد في شرف استقبالهم يستقبلهم بالكلام الجيد بالابتسامة الحسنة، سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. يبقى مفتحة لهم والأبواب مهيئة لاستقبالهم، معدة لهم. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. لاحظوا أن القرآن بيذكر في آيات كثيرة أو فكرة الاتكاء، متكئين، وبيذكر على فرش بطائنها من استبرق. الاتكاء والفرش والأرائك ونحوها من الأمور عادة ما تستخدم كدليل على الراحة، الراحة التامة. فكأنه الآيات عايزة تقول حاجتين. الحاجة الأولانية أنه الراحة أو أنه الجنة هي المكان الذي سيستريح فيه العباد. الحاجة الثانية اللي عايزة تقولها الآيات هو أنه لا راحة حقيقية إلا في هذه الدار. إذن متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. الواحد في العادة يا جماعة لما بيرجع من سفر تعبان ويفكرش غير انه يستريح، وبعدين يصحى ياكل اذا كان جعان، مش كده؟ فالراحة الجسدية اولا. لذلك هو قد قال لك متكئين فيها، بعد ما الواحد فيهم كده ايه، خلاص تعب الدنيا راح، هموم غموم خصومات عداوات تسلط شياطين الإنس والجن على الإنسان، كل ده راح خلاص انتهى.
بعد ما الواحد كده ياخد وقته ويتكئ شوية يبدأ بقى يفكر في أنواع النعيم فيأتيه من النعيم أحسن. فيقول الله تعالى يدعون فيها بعد الراحة بقى يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بفاكهة كثيرة متنوعة الأشكال والأحجام والطعوم والروائح كقوله تعالى وأتوا به متشابهة، زي ما فاكهة الدنيا متنوعة في الأشكال والأحجام والطعوم والروائح فكذلك فاكهة الآخرة وإن كانت فاكهة الآخرة ألذ وأطيب. بفاكهة كثيرة وشراب، الشراب هنا إما أن يكون المراد به مطلق الشراب يعني أنواع من الشراب مختلفة زي ما هو في أنواع من الشراب في الدنيا، أو الشراب يكون المراد به نوع معين من الشراب اللي هو الخمر التي أعدها الله سبحانه وتعالى في الآخرة. والعرب أحيانا تقول على الخمر شراب مش كده، زي الإنجليز كده ما يقول على الخمر نعم درينك، مش المراد بها المية ولا أي درينك ولكن شراب مخصوص. فنفس الكلام في اللغة العربية يقولون أحيانا شراب ويقصدون به إيه؟ شراب مخصوص. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم زوجتهم عندهم، مش في حتة ثانية، مش يبذلوا مجهود في الذهاب إليهم، لا هم عندهم. قاصرات الطرف أتراب، قاصرات الطرف إما أن يكون ده كناية عن الحياء الشديد وده في خطاب للرجال بما يحبون، فالرجل يحب في المرأة الحياء وهو أبرز صفات المرأة، والحياء محمود في الرجال والنساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لكن في بعض الصفات بتمدح في الرجال أكثر وبعض الصفات تمدح في النساء أكثر، فالحياء مطلوب من الجنسين لكنه يمدح في النساء أكثر. وعندهم قاصرات الطرف، قلنا ده كناية عن الحياء، أو قاصرات الطرف كناية عن إن الواحدة منهن قاصرة نظرها على زوجها. والواحدة لما يبقى قاصرة نظرها على زوجها معناها إيه؟ شدة العناية والاهتمام به. في الدنيا إيه اللي بيحصل؟ في الدنيا المرأة أحيانا لما بعد الزواج وخلاص تبدأ تخلف وتجيب أولاد يبقى نظرها مفرق مش كده بين زوجها وأولادها، وفي بيوت أحيانا بتنتهي بسبب كده، يقول لك خلاص ما بقتش تهتم بيا فأنا إيه خلاص هنهي حادث أو أتزوج مرة أخرى مثلا، في حاجات شبه كده أليس كذلك؟ فده مش موجود في الجنة، كأنه النعيم تام. فالمرأة قاصرة طرفها على زوجها من شدة عنايتها به واهتمامها بشأنه، يبقى قاصرات الطرف. أتراب، أتراب الأتراب المتماثلين، والتماثل قد يكون في السن وقد يكون في الصفات والأخلاق والطباع. التماثل في السن معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم دل عليه في أحاديث كثيرة إنه أهل الجنة يترونها شبابا في سن 30 تقريبا، لكن اللي مش معلوم لكثير من الناس واللي يمكن بيسبب الخصام في الدنيا بين الأزواج والزوجات هو إنه ممكن يكونوا من سن واحد أو من سن قريب من بعض لكنهم مش أتراب. مش أتراب في إيه؟ في الطباع والعادات والتقاليد والصفات والأخلاق وما يحب الواحد وما يكرهه وما تحب المرأة وما تكرهه، فيحصل ايه؟ فيحصل النفور والانفصال مش كده؟ في الجنة هذا لن يكون، الجنة لا تنغيص فيها، انما التنغيص اللي بيحصل في الدنيا ان يبقى فيه ايه؟ في اختلاف بين الرجل والمرأة. طبعا درجات الاختلاف متفاوتة، ممكن يبقى درجة الاختلاف 10%، ممكن يبقى درجة الاختلاف 20%، ممكن تبقى 60%، 70%،
وفي ناس تتعايش مع هذا الاختلاف ايا كان، وفي ناس ما تقدرش تتعايش مع هذا الاختلاف. فلذلك هنلاقي ايه انواع واشكال مختلفه من الاسر والحياه اللي موجوده. ربنا سبحانه وتعالى بينزع هذا السبب اللي بينقص على كثير من الناس حياتهم، فبيقول انه اتراب، يعني كانه كل واحد منهم متحد بالتاني اتحاد تام، بيفهموا من نظره عينيه، بيفهموا من حركاته، بيفهموا من سكناته، عارف كل واحد التاني بيحب ايه وبيكره ايه، فمفيش اي نوع من انواع الاختلاف ولا الخصام ولا الشجار. والسعاده في الدنيا، السعاده في الدنيا اعتقد انه نموذجها ما يذكره الله سبحانه وتعالى لنا من صفات اهل الجنه. يعني اللي عايز يحصل سعاده في الدنيا سواء كان رجل او امراه يحاول يحصل اخلاق وصفات اهل الجنه. فلما ربنا مثلا يذكر من صفات الجنه مثلا انه لا لغو فيها ولا تاثيم، يبقى الواحد لو عايز يعيش حياه هنيه يبقى ايه، يقلل من اللغو، لغو الكلام، فضول الكلام، لغو النظر، لا ينطق بما فيه اثم، كده تعيش حياتك مستريح. لو الواحد عايز حياته الزوجيه تبقى سعيده، يبقى كل شاب وكل بنت تدور على حد يكون بحيث يكونوا الاثنين اتراب متساوين او شبه بعض في ماذا، في الصفات والاخلاق والعادات والتقاليد. ومش كل انفصال بيحصل بين زوج وزوجة بيبقى في سببه ان حد حلو او حد وحش، لا، هم ممكن يكونوا الاثنين حلوين بس كل واحد وهو الواحد حلو. ما ينفعش يبقوا الاثنين ايه، الاثنين مع بعض لاختلاف العادات والتقاليد والطباع. يبقى وعندهم قاصرات الطرف اتراب، فتنغيصات الدنيا ونكد الدنيا لم يكون موجودا في الجنة مع الازواج والزوجات. طيب ده يبقى اتراب، هنا ممكن يبقى المعنى اتراب متماثلات في السن او متفقين في الصفات بينهم وبين ازواجهم او بينهم وبين بعض او بينهم وبين بعض، فما فيش غيره اللي موجوده في الدنيا، مفيش حقد، مفيش كراهيه الخير للاخر، لا كل ده غير موجود. يبقى ايه، مفيش غيره بين الزوجات التي يكن للرجل في الجنه. وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب، يعني هذا الذي ذكر في هذه السورة ما وعد الله به عباده المؤمنين إذا حاسبهم وأدخلهم الجنة. إن هذا لرزقنا، وتذكر بقى الأمر الآخر وهو إن هذا نعيم غير منقطع، فتقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني نعيم غير منقطع غير منقوص. تبدأ الآيات الآن في ذكر الطاغين الطرف الآخر، فهتذكر في الطاغين عدة أمور. احنا قلنا ذكر في المتقين أمرين، الأمر الأول بعض أنواع النعيم، الأمر الثاني ذكر أنه نعيم غير منقطع. في الظالمين أو الطاغين هتذكر عدد من الأمور برضه، هتذكر بعض أنواع العذاب، هتذكر تخاصم القادة والأتباع، هتذكر حسرة الطاغين إذا علموا بنجاة المؤمنين. طبعا خد بالك كل هذا على خلاف السورة المقابلة، يعني الآية قالت أتراب مش كده، ده بين الرجل وزوجته وبين الزوجات بعضهم وبعض. طبعا أتراب برضه هيكون بين المؤمنين والمؤمنين في الجنة، بين الأنبياء والمرسلين وبقية الناس في الجنة. الصورة المقابلة عند الطاغين ان الناس مش طايقة بعضها، في عداوات، في مشاحنات، في خصومات، الكل يتبرأ من الكل، صورة معكوسة تماما. الشيطان يتبرأ من أتباعه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ده الشيطان معه كافة من أطاعه من بني آدم. طب بني آدم بينهم من بعض كان فيهم رؤساء وقادة، وكان فيهم إيه جنود وأتباع، كان فيه ناس
تقود وناس بتقاد، العلاقة بينهم هتبقى ازاي؟ برضو عداوة. والسورة هنا بين الدعوة في سورة البقرة أيضا، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طيب بين بقى الناس بعضهم وبعض على مستوى بقى الناس اللي هم العوام الأتباع دولت، وحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. يبقى إيه الأجواء العامة التي تسيطر على أهل النار؟ هي أجواء التشاحن والخصومة. الأجواء العامة المسيطرة على أهل الجنة هو أجواء التحابب والاتفاق والسلام والوئام. لو حبينا نسخة نفس الصورة على الدنيا وقلنا انه اكثر بيوت بتجد شقاء في الدنيا واكثر ناس تعبانة في الدنيا البيوت اللي فيها تشاحن وخصومات، اللي اهلها ما بيحبوش بعض، اللي اهلها سواء كانوا رجال او نساء او عائلة كبيرة او عائلة صغيرة بيغيروا من بعض، بيجيبوا سيرة بعض، ما بيحبوش الخير لبعض الى اخره الى اخره. البيوت المستقرة السعيدة اللي الناس فيها الدنيا ماشية معاهم هي البيوت اللي الناس فيها طيبة بسيطة، بيحبوا الخير لبعض، بيساعدوا بعض، ما بيحملوش عقلهم حاجة لبعض. فإذا الأجواء العامة المسيطرة على أهل النار هي أجواء التشاحن والتخاصم. فيقول الله سبحانه وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب. سورة المقابلة قال قبل كده لحسن مآب، هنا لشر مآب، يعني أسوأ مرجع أسوأ رجوع شر منقلب. هذا وإن للطاغين لشر مآب. الطاغين جمع طاغ، والطاغي أو الطاغية هو الذي جاوز الحد في الظلم. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. بئس المهاد بئس ما مهدوا به لأنفسهم. هو الواحد هو اللي بإيه بيمهد لنفسه، زي كده ما واحد يكون بيبني بيته، إما إنه يكون بيته دوت مريح وبيطلع على مكان كويس أو غير مريح في منطقة مش كويسة أو بين ناس مش كويسين أو كده. فهو دار الإنسان التي ستكون في الآخرة سواء في الجنة أو في النار هو الذي مهد لنفسه هذه الدار. فكأنه كل واحد فينا الآن في الدنيا بيبني بيته في الآخرة، إما أن يكون أحسن مهاد مهد به لنفسه أو يكون شر مهاد مهد به لنفسه. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. زي ما ذكر طعام أهل الجنة بيذكر السورة المقابلة في أهل الجنة قال يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هنا بقى طعامهم وشرابهم حميم وغساق. الحميم هو الماء الذي بلغ في الحرارة درجة عالية جدا، الماء الحار الذي تناهى حره. طيب الغساق، الغساق عبارة عن كوكتيل بيسموه كده عصارة أهل النار، يعني أي حاجة بتخرج من أهل النار، عرق ممكن، صديد ممكن، دم ممكن، أي حاجة بقى، أي حاجة. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. وآخر مما يأكله أهل النار ومما يشربه أهل النار أزواج أخرى وأنواع أخرى من الطعام. هو السورة هنا تذكر نماذج. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم. العذاب في النار ليس عذابا ماديا فقط، مش هيكون بس عمالين يأكلوا ويشربوا في هذه الأمور التي تعذب، وإنما هيكون في نوع من العذاب المعنوي لما تبكتهم الملائكة الموكلون بعذابهم. فمن تبكيت الملائكة لأهل النار أن سيقولوا لهم هذا الكلام، سيقولون لهم هذا فوج مقتحم معكم. دول جماعة كده هيدخلوا معكم النار. هذا فوج مقتحم معكم
لا مرحبا بهم. يعني خزنة النار بيقولوا للقادة، لأن هم هيدخلوا النار الأول، لأن أعمالهم وسيئاتهم أعلى بكتير، فدول إيه هيدخلوا النار الأول. لما يدخلوا النار الأول ويقعدوا فيها شوية يجي لهم الملائكة لهم جاي لكم وفد جديد في وارد جديد، هذا فوج مقتحم معكم. ومقتحم هنا مش داخل، مقتحم في نوع من الدفع والشدة. أيوة بالضبط، أيوة مقتحم معكم. فيرد عليهم الرؤساء لهم لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. شوفوا العلاقات بعد ما كانت في الدنيا علاقة المناصرة والمحبة والتعاون والتحالفات وأعداد الأنس والاجتماع على الشر والتخطيط للشر، العلاقات بينهم في الآخر هتبقى في غاية السوء، عداوات خصومات تشاحن. ويمكن من أسباب عدم ترحيب أهل النار بالوارد الجديد إن النار ضيقة ليست كالجنة، ليست كالجنة، فهم هيجوا فيزيدهم قدومهم عذابا بالضيق الحاصل وبزيادة أعداد الداخلين للنار. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، إنهم داخلون النار كما دخلناها أو مستحقون للنار كما استحققنا. شوفوا يا جماعة أهل النار قلوبهم مش صافية حقودة، يعني هو في النار ويحب لكل الناس أن تدخل معه النار، فيقول لك هنا إيه إنهم صالوا النار يعني مستحقون لدخول النار. يعني هو من جهة ما بيرحبش بقدومهم لكنه يتمنى لهم الشر، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. لما يدخلوا بقى قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم قدمتموه لنا. قدمتم إيه بقى؟ قدمتم لنا هذا العذاب. إزاي قدموهم العذاب؟ هم في الدنيا كانوا بيقولون خذوا العذاب، أسباب العذاب، هم الذين قدموا لهم أسباب وقوعهم في هذا العذاب بإعانة الأتباع على الشر، بتحريض الأتباع على الشر، بأمر الأتباع بالشر إلى آخره. أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، فبئس ما وصلنا إليه نحن وأنتم، فبئس المقر لنا ولكم. قالوا الأتباع بقى قالوا ربنا من قدم لنا هذا، يبقى الأتباع هنا إيه بيدعوا على القادة أو أهل النار كلهم بيدعوا على إبليس. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا. احنا قلنا بقى قلوب اهل النار ايه فيها الحقد، فيها الحقد والحسد والغل. ازاي في الدنيا بالظبط؟ احسنتي، زي ما كان زي الدنيا بالظبط. هو النار عشان كده سبحان الله العلماء لما جم يتكلموا في فكرة انه لماذا يخلد اهل النار في النار مع ان الواحد منهم عصى الله سبحانه وتعالى مثلا 60 سنة 70 سنة 100 سنة، ليه يخلد؟ لخلود الصفات اللي فيه. يعني هو طنته حقد دائم. لا لا، ده حضرتك بيبقى بيحاسب، بيبقى الواحد منهم بيحاسب امام الله وبينكش انه عمل، مش كده؟ يعني هو امام الله وكل اللي أخبر به على لسان الأنبياء والمرسلين طلع صح وهو طلع غلط، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول هل فعلت كذا في يوم كذا، فقل لا ما فعل. فهو الخلود في النار لخلود الخبث، لخلود الظلمة في طينتهم، لذلك استحقوا ماذا؟ العذاب الدائم.
كذلك أهل الجنة، أهل الجنة استحقوا النعيم الدائم. لماذا؟ لتمكن ولتأصل الصفات الحسنة في نفوسهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني هم في الآخرة هيقولوا إيه ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولو ردوا، في سورة أخرى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ليه ولو ردوا لعادوا؟ مع أنهم لسه جايين من النار ومن عذاب النار، لتأصل الخبث والظلم في نفوسهم. لذلك يستحق ماذا؟ العذاب الخالد أو العذاب الدائم، كما يستحق أهل الجنة النعيم الدائم، لتأصل النور في نفوسهم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. يعني يا جماعة شوفوا النبي لما يقول إيه، من مات على شيء ها بعث عليه، يعني اللي هيموت حقود هيبعث حقود، اللي هيموت كافر هيبعث كافر، اللي هيموت كذا يبعث كذا، اللي هيموت كذا يبعث كذا، زي ما هو خلاص كأنه إيه اتختم عليه بهذا الختم. لذلك ربنا إذا أراد بعبده خيرا يصفيه في الدنيا بأنواع البلاءات والتنغيصات والمشاكل والهموم والغموم وبعض الأمراض، علشان يروح خلصان فيموت طيب. طيب قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، هنا بقى ايه الجزء الثالث اللي بتذكره السورة، الحسرة بقى، يعني هم خلاص كانوا في بعض المفيد الكفاية وإيه وما زالوا متشاحنين، فين بقى الناس اللي احنا كنا في الدنيا عاملين نقول دول الدراويش الطيبين الغلابة الكده اللي كده اللي كده، والصفات بقى المختلفة. سيزدادون حسرة وعذابا حين يعلمون أن هؤلاء هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم ونجاهم من العذاب. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم أشرار من الأشرار. اتخذناهم سخريا، يعني هل كنا في الدنيا فقط نسخر بهم والحقيقة أنهم لا يستحقون هذه السخرية، أم زاغت عنهم الأبصار، وهم موجودين في أي حتة بس إحنا مش شايفينهم، أم زاغت عنهم الأبصار. الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله يقول كل ذلك قد كان، يعني اتخذوهم سخريا في الدنيا وزاغت عنهم الأبصار في الآخر. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن هذا المذكور في هذه السورة لواقع، لحق، إن ذلك لحق. ما هو هذا الحق؟ هو أن أهل النار سيتخاصمون. إن ذلك لحق، ما هو؟ تخاصم أهل النار. ثم تذكر الآيات بعد ذلك، بعد ما عرضت صورتين متقابلتين من جزاء المتقين وجزاء الطاغين أو الظالمين، بتذكر الآن إن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، وظيفة الأنبياء جميعا والمرسلين هي البلاغ وليس الحساب، وإنه أهم ما يبلغ النبي به الناس التوحيد. والأديان كلها يا جماعة لولا التوحيد ما كانت موجودة. يعني لما نقول الأحكام الفقهية جميعا من صلاة وصيام وزكاة وحج وأحكام زواج وطلاق كلها مبنية على أنها أوامر الله، يبقى الفقه مش موجود. لولا التوحيد ما كانش يبقى فيه حاجة اسمها الكذب وحش والصدق حلو، ما كانش يبقى فيه حاجة اسمها القتل وحش أو حلو، ما كانش يبقى فيه حاجة اسمها أخلاق أصلا. وبالتالي لولا الدين مبقاش فيه أخلاق، ويبقى فيه لذة ويبقى فيه منفعة ويبقى فيه مصلحة
ويبقى فيه شهوة، وبالتالي فيش معيار واحد يحكم البشر جميعا. فلولا الدين لا شرائع ولا أخلاق، لولا التوحيد لا شرائع ولا أخلاق، ولولا التوحيد ما وجدت أركان الإيمان الأخرى. يعني لما نقول إن أركان الإيمان هي ستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هنلاقي إن الخمسة من الستة مبنيين على الأول وهو الإيمان بالله. لما نقول الرسل، من هم الرسل؟ قوم اصطفاهم الله. من هم الملائكة؟ خلق من خلقه الله. من هم، ما هي الكتب؟ كتب أنزلها الله. ما هو القدر؟ فعل الله. يبقى إذن هتلاقي أركان الإيمان مبنية على ماذا؟ على الأصل الكبير وهو إيه؟ أصل التوحيد. فالتوحيد هو أهم ما يبلغ به الأنبياء أقوامهم، وهو الذي يبنى عليه كل ما عداه. فلذلك قال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يعني كأن هذا النبي سئل: من هو الله الواحد هذا القهار؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى وصف بالقهر في هذه الآية؟ لأنه المشركين يعلمون هذا القهر من أنفسهم. وكل إنسان بالمناسبة من أبرز تجليات وصفات الله التي تعمل في نفسه صفة أو اسم الله القهار. يعني من تجليات اسم الله القهار إن محدش فينا اختار يتولد إمتى، ولا اختار أبو أمه، ولا اختار بلده، ولا حد فينا هيختار موته ولا طريقة موته، ولا حد فينا بيقدر يتحكم في سنه أو شكله أو لونه أو طباعه، ولا حد فينا بيعرف يتحكم في أحواله. فأحيانا تلاقيه مبسوط فجأة من غير أسباب معقولة أو أسباب منطقية، تلاقيه ممكن الموده تغير. كل ده من تجليات اسم الله القهار على الإنسان، حتى يسأل الإنسان نفسه: من أنا؟ وما الذي يحدث في؟ ومن الذي يسعر في هذا؟ فيرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن الله الواحد القهار. ولما ربنا سبحانه وتعالى يوصف بالقهر أيضا، فقهره شامل لكل خلقه، إنس وجن، ملائكة وأنبياء، سماوات وأراضين، دنيا وآخرة، كلها داخلة وواقعة تحت القهر والقدرة والعظمة الإلهية. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. من هو؟ رب السماوات والأرض. رب خالق السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لما يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني كل شيء، لأنه كل ما علانا فهو سماء، وكل ما تحتنا فهو أرض، مش كده؟ يبقى احنا عندنا ايه؟ حاجات فوقينا وحاجات تحتينا. يتفضل ايه الحاجات اللي ايه؟ اللي بين اللي فوقينا واللي تحتينا. فهو قال لك ايه؟ لا، رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني كل شيء. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز، يعني خلق السماوات والأرض وخلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب مع غناه عن خلقه، مش خلقهم لاحتياج. لذلك هتلاقي من الشبهات اللي أحيانا بيثيرها، والقرآن سبحان الله أجاب عنها في آيات كثيرة جدا، اللي بيثيرها كثير من الملحدين وغيرهم، إنه ليه ربنا أصلا خلق الخلق؟ ويحاولوا يشوفوا إجابة عن هذا السؤال، يعني ويقلوا بقى أدبهم ويتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى كأنه إيه؟ كأنه واحد قاعد في قصر كبير ومش لاقي حاجة يعملها، فأنا ما أتسلى مثلا، يتكلموا عن ربنا بهذا الأسلوب. أو يمكن مثلا حس باحتياج ما فألم نخلق الخلق كده، حاجات من هذا القبيل. فالقرآن بيجيب عن هذا المفهوم البشري الشيطاني، بيحط الشيطان في أدمغة البشر فيقول العزيز.
وبيؤكد على اسم الله العزيز والغني والقيوم في آيات كثيرة جدا، بحيث إذا جاءك الشيطان وأودع في عقلك هذا المعنى تقول العزيز الغني، يعني خلق الخلق وهو لا يحتاج إليهم، يرزق الخلق وهو لا يريد منهم شيئا، يعذب الخلق وتعذيبهم لا ينفع ولا يضر، ينعم على بعض الخلق وإنعامه لا ينفعه ولا يضر. فالعزيز الغني القيوم، يبقى أي وما بينهما العزيز العزيز. لما الآيات هنا تقول أنه واحد يعني لا شريك له يفعل ما يشاء، قهار عزيز، يبقى احنا ضعنا. لما المعاني دي كلها كده تقول لي من هو الله؟ لك الله هو خالق كل شيء، هو الذي خلقك لا باختيار منك، وسيميتك لا باختيار منك، وسيعذبك إن لم تطع أوامره، مش كده؟ وهو في كل هذا غني عنك، يعني لا يعبأ بك أصلا. يبقى هيسيطر الإنسان معنى الخوف فيجي معنى الرجاء علشان تتزن الأمور، فيقول الغفار، يعني عباده وإن أخطأوا عباده وإن عصوا فهو سبحانه وتعالى كثير العفو كثير المغفرة، الغفار بصيغة مبالغة على وزن فعال، العزيز الغفار. للغفار بصيغة مبالغة، لأن الإنسان بطبيعته كثير الخطأ، والإنسان قالوا ما سمي إنسانا إلا لنسيانه، فهو كلما نسي وغفل عصى، كلما نسي وغفل عصى، كلما نسي وغفل عصى، فمش محتاج مغفرة، أنا محتاج رب غفار. وربنا سبحانه وتعالى عرفنا الحمد لله أنه غفار، وقال لو لم تذنبوا لذهبت بكم وأتيت بي أناس يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. ثم مين اللي يقول الكلام ده وتبيعلم الخلق صفات الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبوة هذا أمر عظيم، أمر عظيم، لأنه في اصطفاء، في إعداد للنبي، في رفع لمكانة النبي، في جهاد من أجل الدين، في تعليم للخلق، في اتصال بالملك، في قرب من الله، معاني كثيرة جدا، في معجزة أو معجزات، معاني كثيرة مرتبطة بمفهوم النبوة والاستفاء. فعشان كده ربنا سبحانه قال قل هو نبأ عظيم، نبأ عظيم أمر مهم، أن يرسل الله عز وجل رسولا، أن يختار الله سبحانه وتعالى من بين خلقه نبيا. طيب لما ربنا عرفنا أنه هذا النبي أو هذه النبوة أمر عظيم، ده معناه أن احنا علينا كبشر أن احنا نقابل هذا الأمر العظيم بما يستحقه من عظمة، فلا نعامل النبي كإنسان عادي، ولا ننظر لتصرفاته وأفعاله كأنها تصرفات عادية، ولا ننظر لأوامره ونواهيه كأنها أوامره هو أو نواهيه هو، وهكذا. يبقى إذن ينبغي إذا كانت النبوة أمرا عظيما فينبغي أن ننظر إليها بما تستحقه من عظمة. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، غالب البشر، غالب البشر يعرض عن النبوة، غالب البشر. ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد فيهم مع أصحابه وبيقول لهم، يقال لآدم عليه السلام يوم القيامة قم فابعث بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 وواحد في الجنة. الصحابة سمعوا هذا الوصف ووجلوا وخافوا خوفا شديدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنما أنتم إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود،
أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. يعني الخلق المكلفون كثيرون. بعض الصحابة بيفسر الكثرة كثرة الكفار وقلة المؤمنين فيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق قسمهم أجزاء، فتسعة أعشار الخلق ملائكة وعشر الخلق بقية الخلق، ثم المكلفون قسمهم إلى عشرة أجزاء، فالجن منهم تسعة أجزاء والإنس جزء، ثم قسم بني آدم عشرة أجزاء، ثم قسم بني آدم عشرة أجزاء، فيأجوج ومأجوج تسعة أجزاء وبقية يأجوج ومأجوج جزء واحد. الجزء دوت في منه أتباع سيدنا محمد، وفي منه المسلمين، وفي منه الكفار، وفي منه وفي منه وفي منه. لذلك العلماء بيستدلوا بهذا ويقولوا إنه يأجوج ومأجوج اللي هيخرجوا في آخر الزمان من بني آدم، يعني خلق من بني آدم، مش جن ولا حيوانات ولا لا، من بني آدم، لكن شكلهم مختلف، لكنهم ماذا؟ من بني آدم. طيب إذن لما ربنا سبحانه يقول أنتم عنه معرضون، والأحاديث أيضا اللي تذكر يأجوج ومأجوج بتدل على إن هم يعرفون الله ويعرفون النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه الحلقة، تمام؟ الأحاديث بتقول إن هم من ساعة ما حبسهم ذو القرنين وراء السد في كل يوم يحاولون اختراق هذا السد، فينقبون ينقبون ينقبون، ثم لطيلة النهار، ثم إذا جاء الليل قالوا نرجع غدا، وهكذا كل يوم، حتى إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم قالوا نرجع غدا إن شاء الله، قالوا نرجع غدا إن شاء الله، فيرجعون فيجدون الثقب أو الشغل بتاعهم الذي عملوا كما هو كل يوم قبل كده، لما ما كانوش بيقولوا إن شاء الله كان الله سبحانه وتعالى يرجع عملهم كما كان، كأنهم ما عملوش حاجة. ومما يدل أيضا على أنهم يعرفون الله والنبوات وكذا أنهم بعدما هيمروا على أهل الأرض ويخربوا في الديار وفي الأراضي وفي الزروع وفي الثمار، يقول بعضهم لبعض ها نحن قد انتصرنا على حاربنا أهل الأرض وانتصرنا عليهم فلنحارب أهل السماء، فيضربون سهامهم في السماء تجاه السماء فتنزل مخضبة بدماء. إذن هم إيه؟ من بني آدم يعرفون الله سبحانه وتعالى ويكفرون به. طيب إذن لما ربنا يقول إيه أنتم عنه معرضون، المراد به مين؟ غالب إيه المكلفين من الإنس والجن. أنتم عشان كده ربنا قال إيه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يبقى إذن الآية 67 و68 بتقول إن النبوة أمر عظيم، وإن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس التوحيد، وإن غالب الخلق معرضون عن أمر النبوة. هيجي السؤال المنطقي التالي، ما الدليل على نبوة النبي؟ يعني أنت دلوقتي جاي بتقول لنا أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالبلاغ، وعرفتنا بعض صفات الله وأنه واحد قهار غفار له ملك السماوات والأرض إلى آخره، ما الذي يضمن لنا أنك نبي؟ فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على نبوته، وهي أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فإخباره صلى الله عليه وسلم بالغيب دليل على
أنه يوحى إليه من عند الله تعالى. والمغيبات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها مغيبات تتعلق بالماضي، ومنها مغيبات تتعلق بالحاضر، ومنها مغيبات تتعلق بالمستقبل، وكل ده موجود، وكل ده أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضه. فمن المغيبات الماضية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إخباره عن قصص الأولين، وإخباره عن أحوال الجن والملائكة، وإخباره عن أمر بدء الخلق وكيف حصل. ومن المغيبات الحاضرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في عصره حديثه عما يكيده المنافقون، وعما في أنفس المنافقين، وما يفكر فيه المنافقون، دون أن يستطيع أو دون أن ينكر أحدهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيبات المستقبلة كثيرة جدا، ونحن نعيش بعضها، زي كثرة الهرج، زي ضياع الأمانة، وزي تواصل الأسواق، وزي العلو في البنيان، كثرة الأسواق. الناس كأنهم الآن عايشين في سوق كبير، يعني الأسواق قديما كانت البيوت في مكان، الأسواق في مكان. دلوقتي اللي حصل إيه؟ إن الناس كأنهم عايشين في سوق كبير، يعني إحنا عبارة عن سوق والناس جم سكنوا فيه، في كل منطقة سكنية مولات، محلات، خاصة الشوارع الرئيسية متصل ببعضها ببعض، فكأن الأسواق إيه؟ تتواصل، يتصل بعضها ببعض، وإلى آخره من علامات الساعة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه، أو من الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بالغيبيات. هنا في السورة هيذكر أمر غيبي خطير ومهم متعلق به، كيف بدأ الله الخلق، أو كيف بدأ الله الإنسان، وكيف خلق الله الإنسان، ما مبدأ بني آدم. وده سؤال مفيش حد إلا وسأل النفس، إحنا جينا منين وإزاي، مش كده؟ فمن علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر. والقصة دي تكررت في القرآن، وتكررها في القرآن دليل على يقينيتها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: أنتم عنه معرضون، قل هو نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم. قبل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه حدثهم عن أي أمر يتعلق بالأنبياء السابقين طيلة 40 سنة، لم يحدثهم عن أي نبي من الأنبياء قبل ذلك، لم يحدثهم عن ملائكة، لم يحدثهم عن جن، وهو معروف صلى الله عليه وسلم أنه لم يقرأ كتابا، ثم فجأة يأتي ويحدثهم عن أحداث ماضية تفصيلية يوجد بعضها في كتب أهل الكتاب وبعضها غير موجود في كتب أهل الكتاب، والبعض الموجود في أهل الكتاب بعضه مشوه ومحرف وبعضه صحيح، النبي صحح هذا المشوه المحرف. فجأة كده من غير تعليم معلم، من غير ما يروح يقرأ في كتب أو يشتري كتب أو يطلع على كتب، من غير ما يسافر البلدان المختلفة عشان يعرف الحكايات والأساطير اللي عندها فيستطيع أن يركب منها حكاية مثلا، لا، هو عايش صلى الله عليه وسلم طول حياته وسطهم ويعرفونه. ولم يذكر التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلا في هذه الرحلة، إنما كان عنده 6 سنوات لما قابل بحيرة الراهب وانتهى الأمر على ذلك. ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده 6 سنين يتعلم من بحيرة هذا كله، وبعدين فضل كاتب لحد ما عنده 40 سنة، وبعدين أفشاه في الناس، وبعدين لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع بحيرة الراهب ما كانش لقاء معلم ومتعلم، لا، ده كان مستفسر، يعني هو كان البحيرة اللي بيسأل النبي والنبي هو اللي يجيبه، أو كان بحيرة هو اللي بيسأل من كان مع النبي عن أحواله وهم كانوا يجيبوا، فكان كأنه بحيرة هو المتعلم وليس المعلم. فإذا من أكبر دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إخباره عن المغيبات. ومن أهم المغيبات اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قصة بدء الإنسان وتخاصم الملأ الأعلى.
تخاصم الملأ الأعلى حين أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يعني لم يكن لي علم قبل ذلك بما يحصل في بما كان يحصل عند الملائكة، ما كان لي من علم قبل أن يوحى إلي ما يحصل في الملأ الأعلى. والحال أنني أخبرتكم عن بعض ما يحصل عند الملائكة، من اختصام الملائكة. اختصام الملائكة النبي أخبر عنه في القرآن لما حصل هذا الحوار: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكأنه ده كان بعض الملائكة مش كلهم. واختصام الملائكة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه في حديث مشهور وجميل، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يختصمون في الكفارات والدرجات. يختصمون في الكفارات والدرجات. فما هي الكفارات وما هي الدرجات؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في المرة القادمة. أي سؤال؟ تفضلي. أجل. طبعا. يعني ذكر الجنة دائما ببعض أحس إن هي على الإنس، عن الجن تابع للإنس بنفس الحال مرتبطين بيهم كل حاجة. ما هو الجن الآن ما هو يعيش معنا في صنف من الجن اسمه العمار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقال لنا إن إحنا لا نأكل العظم فإنه طعام إخوانكم من الجن، مش كده؟ وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله إليه نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فالجن مكلفون تابعون لهم الجنة وبعضهم في النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأوامر القرآن تخصهم كلها زي البشر بالضبط. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.